ضربة جزاء للنادي الاهلي امام اسوان ظلم، وده الخبر الاول معانا وهنتكلم في كل تفاصيله. الخبر الثاني وهو هدف احمد علي في الزمالك في مباراة الزمالك والبنك الاهلي، ايضا فاول، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه في فيديوهات صغيره زي ما انت شايف كده على قناتي على اليوتيوب، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. وتعالوا نروح نشوف قصه هدف نادي الاهلي في اسوان او ضربه الجزاء اللي احتسبت. الكره طبعا اللي شاتها محمد هاني وجت في ايد المدافع بتاع اسوان، هل فعلا الكره ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ وتصريح الحكم كان تصريح خاطئ وظلم نادي اسوان في اللقطة دي. طب انا بحب اقول لك ان الكرة فعلا يا جماعة جت في ايده واضحة، مش في الايد اليمنى اللي هي كانت جنب الكرة او في الناحية بتاعة الكرة، لا في الايد اليسرى، وهي طبعا اللي كانت الكاميرا ممكن تكون ما وضحتهاش اكتر، ولكن قرار الحكم كان صحيح يا جماعة، وهي ضربة جزاء حقيقية للنادي الاهلي. انا طبعا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن انا ما بتكلمش غير في الصح فقط لا غير. تعالوا بقى نروح الهدف بتاع احمد علي لاعب نادي البنك الاهلي امام نادي الزمالك، هل فعلا الهدف ده فاول وانه فعلا كان عامل اعاقه لمحمود علاء ولا لا؟ طب يا جماعه اقول لك على حاجه، اول حاجه احمد علي وهو بيطلع، واكيد كلنا شفناها وتعادت اكتر من مره على تقنيه الفار، ان اللاعب بعد ما لعب الكوره ايده لمست وش محمود علاء وهو نازل، يعني بعد ما الكوره اتلعبت اصلا ودخلت جوه المرمى اللاعب ما عملش اعاقه لمحمود علاء وهو بيطلع، يعني ما استندش كده على محمود علاء وبعدين ضرب الكرة وهي اللي كانت مساعدة من محمود علاء ليه علشان يجيب الهدف. يعني لا، اللاعب طبعا طلع على الهواء وشات الكرة بدماغه او ضرب الكرة بدماغه، وبالتالي وهو نازل ايده لمست وش محمود علاء. ده كان الموضوع باختصار، والكرة هدف صحيح والحكم فعلا يا جماعة اصاب في اللقطة دي. ده كان الفيديو باختصار، ما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكرة المصرية.